زين، هو قلنا ما له علاقة بالديزيز اكتيفيتي بط with extra articular manifestation. انتي سايكليك سيتريونيتي presentation ممكن. ما كان صح presentation ما خالد. اي تمام. لا دكتور. Anti-CCP antibody are high specific and presented early linked to early in the disease. طبعا عادة linked to erosive rheumatoid arthritis. إذا نحن من this complete when this ESR when this C-reactive protein when this rheumatoid factor when this anti-CCP antibody. ليش this anti-CCP antibody هو highly specific than منه than rheumatoid arthritis rheumatoid factor and present early قد يكون بداية الديزيز and هو له علاقة بالإيروسيف rheumatoid arthritis بعد other antibody anti-MCV antibody then recently a serological point of care of test يسموه POCT for the early detection of rheumatoid arthritis has been developed another serological test اللي هو يسمونه POCT زين هذا for early detection of rheumatoid arthritis this assay combine the detection of rheumatoid arthritis factor and anti-MCV for the diagnosis of rheumatoid and show a sensitivity of 27% and specificity to 99.7 يعني كلش specific ولهذا سيعتمدون على هذول الجديد اللي هما anti MCV والبوكت زين سيرولوجي بعد نحن ما طول نحن قلنا هذا ديزيز له علاقة زين بالاوتو اميون ديزيز ندور على another اوتو اميون ديزيز فتشوفون انتي نيوكلر انتي بادي زين اللي هو له علاقة بالاوتو اميون present in 20 إلى 30% of the percent of the patient okay زين فالانتي نيوكلار قد نشوفه بالاس ال اي قد نشوفه بالروماتويد قد نشوفه بالسكليروديرما فهو مور كمان يعني بذول بالاوتو اميون ديزيز فاذا شفنا انتي نيوكلار انتي بادي معناته ندور على اذر ديزيز اوكي بعد لازم ندز الكترولايت على مود سيستميك مانيفيستيشن الكترولايت كرياتينين ليفر فانكشن يورين اناليسيس to assess the comorbid state يعني ندور على comorbidity follow up and special consideration rheumatoid factor is not useful for monitoring course of the illness بعد نحن لازم دائما نعمل radiograph of the hand wrist and can be repeated to follow up disease progression دائما نعمل اشعاعات لليدين للمفصل اللي ملتهب حتى نشوف اكو ايروجين الا لا من يصير عندي ايروجين معناته اكو ديزيز اكتيفيتي معناته الديزيز از اكتف الايميجينج نسوي راديوجراف ابنورماليتي ار فيري يوسفول ان ذا دايجنوستس زائدا للتريتمنت فهنا شوفوا بالروماتولوجي الاكس راي كلش كلش مهمه عندنا زين بينما بالنيورولوجي قليل ماذا نستخدم بالنيورولوجي عادة الام ار اي والسي تي هم المهمين عندنا اوكي بيري ارتيكولار اوستيوبينيا از ذا ايرليست تشينجز يعني نشوف على يعني نهايه العظم دور مدارات الارتيكوليشن او الجوينت راح نشوف اوستيوبينيا بعد ايش راح نشوف جاستا ارتيكولار بون ايروجين البون اللي يرتبط بال يعني نهايته مع الكارتليج يصير بيه ايروجين بعد سيمتريكال جوينت سبيس ناروينج راح يقلل جوينت سبيس سي تي ام ار اي ار يوزفول فور سيرفايكال سباين سيمتوم اور ديتكشن اوف ايرلي ديزيز ايروجين بون سكان اف سسبكتد سيبتيك ارثرايتس مرات نحتاج بون سكان اذا كان ما نتوقع يعني نتوقع على هذا يعني بعد ما نفرق بين السيبتيك ارثرايتس او اسيبتيك نيكروسيس ونفرق بين التيومر اذا صار عندنا فاذا نلاحظ هذا الجوينت هذا نشوف
بري ارتكولار اوستيوبينيا، هاي دور مداراته. بعد شو نشوف هنا؟ شوف الجوينت سبيس كله راح، جوينت سبيس راح. مرات نشوف هنا ايروجن، شوف هذا شلون بانشت، هاي ايروجن اوف ذا جوينت. زين شوفوا هنا شلون كان صار بي سبلاكسيشن، كنا نعوج. اوكي فهاي بالصورة كلش مهمة. زين دايجنوستيك بروسيجر نحن ايش لازم نعمل؟ مرات نحتاج يعني اذا ما وصلنا الدايجنوسيس نحتاج ساينوفيال فلويد اناليسيس، لازم يكون عندي نو باثوجنومونيك فايندينج، لازم يرجع يكون يلوش وايت، يعني ما نشوف بي انفكشن. اوكي يلوش وايت تربت بور فيسكوسيتي معناتها اكو انفلاميشن، نحن لازم اكو فد، ما نقول هاي فيسكوسيتي وانما فيسكوس يعني ميدل. من نشوف بور معناتها اكو انفلاميشن، زاد الفلويد وقلت قلت الهيالورونيك اسيد، قل الماده اللي موجوده اللي مسؤوله عن الفيسكوسيتي. وايت بي سي انكريز معناتها اكو انفلاميشن قوي لحد 50,000، بروتين هم راح يصير بي انكريز. زين التريتمنت مالنا هاي كلش مهمه، يعني مرات نجيب السؤال اسي نقول لهم اللاين مال المانجمنت مال روماتويد ارثرايتس، ما بيهم واحد يكتب لي يقول لي الجول مال التريتمنت. لازم اول شيء انا اوقف البين، حتى ايش انت من راح البين انت راح تنام مرتاح، راح تشتغل مرتاح. بعد انا ما بس انطي يعني انطي مسكن وهذا، ومعناته ايش نوع من تنطي مسكن؟ معناته انت عم تنطي مجال للديزيز يشتغل بدون ما يفطن عليه المريض. زين فمعناته عم يمشي جواته المي. زين بعدين لازم اشنو؟ كنترول ديزيز اكتيفيتي. اوكي ثلاثه امبروف، من هذول الاثنين سيطرت عليهم راح يزيد عندي امبروف الفانكشن، ومن سيطرت عليهم للديزيز همين راح نمنع الامبيرمنت والديفورميتي. زين الفيرست لاين ميديكيشن عندنا نون بايولوجيكال ديزيز موديفاينج انتي روماتويد دراج، هذا المختصر مالته. الديزيز موديفاينج انتي روماتويد دراج within 2 months of the diagnosis if patient has ongoing active disease despite appropriate dose of aspirin or other non-steroidal antibody. لازم نبدي disease modifying anti-rheumatoid خلال أول شهرين. زين ما طول عنده disease activity حتى وننطي aspirin and other non-steroidal. بعد لازم ننطي معها proton pump inhibitor على مود chronic non-steroidal use حتى لا يصير عندي ايش gastric ulcer. non biological disease modifying agent نحن مرات ننطي كيموثيرابي ما بيولوجي اللي هي ميثوتريكسيت سلفا سلازين وليفلوناميد. ليفلوناميد اوكي. بعد لو دوز كورتيكوستيرويد مرات نحتاج ننطي ستيرويد نون ستيرويدال فورم ماكسمايز سيمتوم مانجمنت. اذا قلت لكم واحده من الديزيز للسيمتوم مانجمنت تقول لي انطي لو دوز ستيرويد زائدا نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. بايولوجيكال طبعا نحن ما ممكن نبقى على ستيرويد فتره طويله ولا نون ستيرويدال، ليش؟ راح يسوي لي مشاكل منها اوستيوبوروسيس منها جاستريك ألسار. زين كوشين سيندروم، فنحن لازم ايش؟ لازم ننطي ستيرويد سبيرنج ايجنت، ونحن نحتاج شيء قوي يوقف لنا ديزيز اكتيفيتي. شنو هو ديزيز اكتيفيتي دراج؟ تيومر نيكروتينج فاكتور. قاموا ايش يسووا؟ قبل كانوا ينطون ميثوتريكسيت يشتغل على الانترلوكين كله، بعدين قاموا اشنو يخصصون. زين مثل ما هسه يصير عندنا من البيتا بلوكر مثلا اكو سيلكتيف واكو نون سيلكتيف، فقاموا يخصصون التريتمنت على 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 الفاكتورات اللي تشتغل بالروماتويد. فتيومر نكروتينج فاكتور هو واحد من الفاكتور المهم بالانفلاميشن بالروماتويد، فننطي انهيبيتر اللي هي انفلكسيميب ادالوماب اند ايتاني ريسبت. هذول الثري دراج كلش زينين. تشيك لازم هنا قبل لا ننطيهم لازم تشيك التي بي. زين لان يعني هم ايش يسوون؟ يسوون اكتيفيشن اوف ذا تي بي، ودائما نعمل نحن بيريودك كومبليت بلاد كاونت. زين حتى نشيك الريسك مال الليمفوما اند
congested heart failure. اوكي نخلي بالنا. بعد انا كنيرة اللي هو هم انترلوكين 1 ريسبتور انتاغونست اباتاسبت اند ريتوكسيماب هذولا فور ديزيز فور اكتيف مودريت تو سيفير روماتويد ارثرايتس وذ ان ادكوات ريسبوند تو ذا اذر هذول الدرج الفوق اللي انطيناهم اند فيل تو انتي تي ان اف ايجنت. يعني هذول الخط الثالث خلينا نقول، والخط الثالث اللي هو ريتوكسيماب والاباتاسبت والانكينيرا هذولا ننطيهم للي ما يستفادون من الفوق. زين تو لونج اكتنج انتي نيكروتيك فاكتور ايجنت هسه جديدين اللي هم سيرتو ليزينوماب اند جلوميماب. اوكي هذولا انذر ديزيز موديفاينج ايجنت. زين السكند لاين مال تريتمنت، يعني هناك او فيرست لاين السكند لاين، احنا هنا نحتاج intra-articular steroid if the disease is well controlled except for single joint or two after establishing that the joint is not infected. يعني أنا عاد أنطيهم التريتمنت، بقى عندي وارمة ركبته ما عاد تستقبل الهاي disease modifying ولا systemic drug، فش راح أسوي بهاي الحالة؟ راح ننطي local injection مع الستيرويد. أوكي بعد إيش عندي؟ إذا ما فات مرات نحتاج لما يصير عندي osteoarthritis secondary osteoarthritis ونشف الجوينت نحتاج ننطي hyaluronic acid for pain relief and for better movement. أوكي بالنسبة للpregnancy هنا مهمة للpregnancy، عندي pregnancy consideration use effective contraceptive with disease modifying agent. يعني ماكو pregnancy أو إذا صار pregnancy وما سيطرنا عليه modify regime with pregnancy or breastfeeding أزيد من 75% improve during pregnancy. يعني من حسن حظهم للمرضى إنه الديزيز يتحسن خلال pregnancy but relapse in the 6 month. دائما هسه راح تشوفوها بالmultiple sclerosis بالautoimmune disease بصورة عامة. pregnancy هو يعني رحمة من رب العالمين انه ايش الديزيز يقل بالبريغنانسي. مع بعد البريغنانسي بيربريام هاي تكون شوية خطرة، قد يكون يعني احنا ما نقول هاي 75% يطيبون بالبريغنانسي او يقل يعني يتحسن الديزيز، ما يطيبون يتحسن الديزيز وما يصير ريلابس. اكو 25% قد يكون فيرست بريزنتيشن اول بريزنتيشن والسويلينج يكون بالبريغنانسي. زين additional treatment مرات نحتاج ايش surgical treatment مثل synovectomy اذا huge synovitis tendon reconstruction اذا صار عندي tendon rupture and joint replacement اذا فد مرة صار عندي destruction of the joint. طبعا نحن دائما نقول لهم اتحركوا لعبوا رياضة وانتبهوا على الشغال الشاقة ممنوعة. ليش؟ لحتى لا يصير ضغط على الهاي، بس انه رياضة حتى لا يصير عندي stiffness. زين وما يصير نعمل heavy work ولا exercise بالactive disease. شو نقول له؟ قل له روح ارتاح لا يصير عندك deformity و destruction of the joint. دائما patient monitoring evaluate، يعني ما بس ندحق على disease activity وإنما ندحق على complication مالته، check the heart check the liver check renal check the osteoporosis كل هاي نخليها ببالنا. prognosis نحن عادة عندنا poor prognostic factor، خلي بالنا انه persistent moderate to severe disease معناته هذا بالمستقبل راح يصير عنده destruction poor prognosis. disease onset at early or advanced age، يعني من يصير عندي الديزيز مبكر يعني 15 سنة او 10 سنين فهذا يعني poor prognosis، يعني فترة اقوى وعادة المناعة بهيج وقت تكون كلش قوية. اوكي بعد rheumatoid nodule، إذا اللي عنده روماتويد نديول الهاي تايتر من روماتويد فاكتر ذولا كلهم نقول لهم انتو بتربور بنوكنوسيس. سيستميك مانيفستيشن اللي عنده هارت اللي عنده لانج ما مثل اللي ما عنده and اللي عنده HLA-DR4 همينة ذولا بورو بروغنوستيك فاكتر. هذه بالنسبة لهاي الأول محاضرة. أكو سؤال شي عليها؟
دكتور ممكن نعطي سيستميك ستيرويد؟ ننطي ليش؟ ما ننطي سيستميك ستيرويد، اورال ستيرويد. بس انت ما تقدر يعني راح تتقيد بالسيستميك، يعني ايش قد تنطي؟ المفروض ما تطول ازيد من شهرين، ليش؟ يعني راح يصير عندك كوشن ديزيز. زين؟ يصير عندك اوسيوبوروسس. فكل السايد افكت راح تبين عليك. ولهذا نحن ايش نعمل؟ بريدجنج. يعني انطي ستيرويد بالبدايه وبعدين ايش؟ ابدي اغيره او اسحبها انطي ديزيز موديفاينج ايجنت. تمام دكتور. شكرا. اهلا بك. اذا ماكو سؤال حتى يعني ناخذ محاضرات ثانيه. الموضوع سهل أمينة، ومحاضرة قصيرة يعني ما طويلة. جوفينايل إديوباثيك أرثرايتس، إيش معنى جوفينايل طلاب؟ below 16 years. below 16 years. عافية. يعني ولا هو تودلر لل 12 سنة، ولا هو أدلت اللي هو بعد أو اليونغ زين اللي بعد ال 18. فالجوفينايل ايديوباثيك ارثرايتس ذا موست كومن كرونيك روماتويد ارثرايتس ان تشيلدرن. السيمتوم مالته أو سينوميوس يعني الأسماء الأخرى لوا. قد نقول جوفينايل روماتويد ارثرايتس أو قد نقول ستيل ديزيز أو قد يقول جوفينايل كرونيك أرثرايتس أو قد يكون جوفينايل أرثرايتس أو إديوباثيك أرثرايتس. يعني هذا كم اسم صار عندي؟ 5 أسماء صار عندنا، أوكي؟ بس هو كله نفس الديزيز. الجنرال كاركترز، الأيج أوف أونست هو أقل من 16 سنة. زين، ساين أوف أرثرايتس اللي هو جوينت سوالينج. دائما نحن نقول ساين أرثرايتس أسا لو تذكرون المحاضرة القبلة إيش قلنا؟ قلنا لازم تعرفون اشنو الارثرايتس واشنو الارثرالجيا. الارثرالجيا هو بين بالجوينت بس ماكو اي فيتشر زين او ساين او سيمتوم مال انفلاميشن. تمام، بس من نقول ارثرايتس معناتها اكو ساين او سيمتوم مال انفلاميشن. تمام، ازيد حتى نقول عليه مثل حاله حال الروماتويد لازم شلون يكون الانفلاميشن مالي ازيد من 6 اسابيع. ما يصير أنا خلال أسبوعين أقول هذا والله جوفينال أرثرايتس، أوكي؟ لازم 6 أسابيع وفوق. كم سب تايب إكزيست؟ عندي 7 سب تايب إكزيست according to the International League of Association for Rheumatology. يعني حسب الجمعية مال مفاصل، زين؟ الجمعية العالمية من مفاصل تقول أكو 7 أنواع اللي هي يعني هاي شوية حاولوا تركزون بيها. أول شيء systemic، يعني قد يكون systemic occur in 10-20% of affected children. زين، usually characterized by febrile onset زائدا investment rash، يعني معها rash. وsystemic يعني كل الجسم يتأثر. polyarticular. زين، بولي ارتكيولار اللي هو روماتويد فاكتور بوزيتيف، واكو بولي ارتكيولار روماتويد فاكتور نيجاتيف.
البولي ارتكولار روماتويد بوزيتيف اوكر ان 5 الى 10% اوف افكتد تشيلدرن. زين عاده يكون مالتيبل مور ذان 5 جوينت انفولفمنت لارج اند سمول جوينت ار افكتد. زين هذا بالنسبه لايش بولي ارتكولار ار اف بوزيتيف. بولي ارتكولار ار اف نيجاتيف هذا يكون اكثر اوكر ان 30% اوف افكتد تشيلدرن. هم نفس الحكي اللي قلناه بس هو كبيرسنت هو يكون اكثر من البوزيتيف روماتويد ارثرايتس او بولي ارتكولار. بعد هذا اذا بوزيتيف عندي بولي وعندي نيجاتيف بولي راح يجينا اوليجو ارتكولار. زين الاوليجو ارتكولار اوكر هذا شوفوا ايش قد اكثر اوكر ان مور ذان 50% of affected children involvement of أقل من 4 joint usually large joint especially lower extremities. شوفوا يعني شلون أي حددكم large joint. زين lower extremities risk for chronic uveitis in younger راح نشوف and axial skeletal involvement in older boy. يعني لو تجي على التفاصيل مالته شوفوا هسه اليوفيايتس راح يكون وين باليانجر والاكزيال سكريتال راح يكون بالاولدر بوي. يعني ايش معنى اكزيال؟ يعني اذا صار بي سباينال انفلاميشن راح نشوفه بالبوي ما نشوفه قليل نشوفه بالفيميل. اوكي بس اليوفيايتس نشوفها اكثر بالفيميل. واضح هذا النوع الرابع. زين اكو نوع الاخ يسمونه سورايتيك ارثرايتس. أكو نوع اللاغ اللي هو سورايتيك أرثرايتس أوكر إن 2 إلى 15% of affected children arthritis with psoriasis or arthritis with at least 2 of the following. زين يعني يا إما يصير عندي arthritis مع psoriasis أو arthritis مع 2 of the following. إذا صار عندي arthritis مع dactylitis أو nail pitting or onycholysis يعني يبدي يتفلش الأظفر. زين أو مع واحد عنده psoriasis first degree relative يعني واحد يصير عنده arthritis وعنده أخوه عنده psoriasis ومعها مثلا dactylitis I two of the following. أوكي زين بعد another type اللي هو enthesitis arthritis. يعني enthesitis يعني هو inflammation of the tendon. زين عيني فانثيسايتس ارثرايتس اوكر ان 1 الى 7% of affected children include ankylosing spondylitis او inflammatory bowel disease related arthritis او peripheral or and axial involvement. يعني من نشوف بالchildren يعني ankylosing spondylitis فنخلي بالنا ايش juvenile arthritis. إذا شفنا inflammatory bowel disease related arthritis فخلي بالنا إيش نخلي بالنا juvenile arthritis. بعد other type اللي هو undifferentiated arthritis. Arthritis that does not fulfill above category or fill two or more category. يعني إذا ما مشى مع هذول كل النقاط الستة اللي قبله أو يكون بي سورايسز مع مثلا انثيسايتز يعني شغلتين اخذ فهذا نعتبره اندفرنشيتد ارثرايتس. سيمت سيستميك افكتد مثلا هيماتولوجيكال لمفاتيك حاله حال ايش روماتويد ارثرايتس. شوفوا هذا السيستميك السبلين شوفوا الليفر. زين هذا السيستميك مانيفستيشن بولي ارتكولار شوفوا الايدين شلون متاثره. زين epidemiology predominant الاج هو من 1 إلى 4 سنين and من 9 إلى 14 سنة old. إذن هو من سنة إلى 4 زائدا من 9 إلى 14 سنة هذول predominant age اللي يصير بيهم. predominant sex طبعا هم راح ينقسم قسمين إذا كان بالأرض بالperipheral يعني سواء poly or articular راح نقول إيش female أزيد. وإذا كان systemic الميل والفيميل يساوي. وإذا كان axial enthesitis راح يكون الميل
أزيد من الفيميل، واضح؟ إذن نعيده، poly or oligoarticular يعني peripheral، الفيميل أزيد من الميل، systemic الفيميل يساوي الميل، and enthesitis الميل more than female. risk factor and etiology. risk factor طبعا عندنا rheumatoid factor positive increase the risk for severe arthritis in polyarticular then juvenile arthritis. واللي نشوف عنده ANA positive راح نشوفه increase the risk مال uveitis in oligo and polyjuvenile arthritis. فمنشوف rheumatoid positive نخلي بالنا راح يصير عندي severe arthritis بالpolyarticular type زين، وإذا كان عندي ANA positive راح نشوف severe uveitis in oligo and polyjuvenile arthritis. الإتيولوجي multifactorial، قالوا immune modulation حاله حال روماتويد، genetic predisposition لأن هنا عندي أطفال ما مثل الكبار زين، environmental trigger possibly infectious rubella or parvovirus infection يعني أو post infection حتى post vaccination immunoglobulin or complement deficiency، مرات حتى من يصير عندي deficiency بالمناعة مالتي هم أخلي ببالي أنه يصير عندي روماتويد juvenile arthritis. الدياغنوسيس هنا clinical diagnostic criteria لازم يكون العمر أقل من 16، the duration of the symptom أزيد من 6 أسابيع، more than one joint defined as swelling limitation of the movement يعني arthritis زين، accompanied by heat pain tenderness زين. history and physical examination، history arthralgia يعني pain in the joint، fever، fatigue، malaise، myalgia هاي كلها تدخل، weight loss، morning stiffness، rash، limp impatient، limping زين، impatient with lower extremities involvement. arthritis for at least 6 أسابيع هاي لازم نسألها شوفها كم مرة كررها. physical examination arthritis يعني هي هم قال لك شنو تشوف بالarthritis، راح أشوف swelling، fusion، limitation بالmovement، tenderness، pain on motion and warmth يعني هاي كلها feature من inflammation. بعد قد نشوف rash، قد نشوف rheumatoid nodule، قد نشوف lymphadenopathy زين، hepato or splenomegaly، enthesitis، نشوف التندون مالت رجلو كنورم and dactylitis. diagnostic test and interpretation، initial lab test لازم نسوي له complete حاله هذاك الروماتويد، بعد نسوي له joint fluid aspiration and analysis helpful to exclude infection. ليش؟ لأن من يجيني oligo arthritis أو single joint involvement فنحنا ما يصير نفكر رأسا بالجوفينات، اللي قلنا بالأطفال نفكر بالهيماتولوجيكلي لا يكون هيمو arthritis أو لا يكون تروما لأن طفل يتحرك زين، أو قد يكون infection، فهذولا لازم أنا أسوي لهم نحن يحتاج مرات نحتاج نسوي joint fluid aspiration. inflammatory marker مثل erythrocyte ESR زين and C-reactive protein may be elevated زين. INA إذا دزينا INA راح يكون التايتر أزيد من 1 إلى 80، 40% اللي يكونون polyarticular or oligoarticular، and هنا نرجع مرت الأخ نقول نزيد الريسك مال uveitis. إذا من نريد نقرأ ال INA دائما نفكر بال uveitis. rheumatoid factor positive in 10% usually عادة بالpolyarticular وهم يحمل معاه poor prognosis. HLA شوفوا B27 هذا اللي راح نشوفه بالمستقبل بالانكلوزينج سبوندلايتس، راح نشوف مع انثيسايتس ريليتد ارثرايتس. سينوفيال بايوبسي سام تايم انديكيتد اذا ما وصلنا للدايجنوسيس. الايميجينج انيشال ابروتش راديوغراف اوف ذا جوينت حاله حال الروماتويد، راح نشوف سيرف تيشو سويلينج اذا وارم، periosteal reaction، juxtaarticular demineralization راح نشوف يعني osteoporosis juxtaarticular، laterest changes اللي هم راح يصير عندي روح joint space، articular surface erosion راح ينأكل articular surface،
بقى subchondral cyst formation من عيصير معناتها عيصير عندي secondary osteoarthritis sclerosis and joint effusion. مرات نحتاج electrocardiogram and echocardiograph، يعني نحن ايش نعمل، نسوي ECG و echo للpericarditis، لازم ندور على systemic hernia manifestation. بعد radionucleotide scan على model infection والmalignancy هم ندور MRI to assess synovial hyperatrophy cartilage degeneration، يعني نقيمه بصورة عامة للجوينت. يا حد هنا اكو سؤال طلاب؟ طلاب اكو سؤال؟ ماكو دكتور ان شاء الله. يعني هو شرح سريع بس، هو يعني هي مادة يراد له حفظ، هاي يعني ما ماكو شيء ما مفهوم به، بس ايش يراد له حفظ. زين، من نجيب differential diagnosis other rheumatoid disease لازم هم نخلي بالنا systemic sclerosis SLE dermatomyositis sarcoidosis mixed connective tissue disease. بعد musculoskeletal toxic synovitis أو growth pain شب الطول. infectious قد يكون septic arthritis، يعني إذا كان oligo. osteomyelitis وصل البون والتهاب البون عنده همينة. Lyme disease زين قد يكون infection. okay. reactive arthritis قد يكون reactive arthritis post infection. post infectious rheumatoid factor rheumatic fever، يعني بعد tonsillitis يصير عنده، أو Reiter syndrome. inflammatory bowel disease قد يكون Crohn's disease uveitis. طبعا هاي كلها differential diagnosis تقدرون تطبقوها كلها على منو، على بالروماتويد المحاضرة السابقة. treatment goal مثل ما قلنا قبل شوية control disease activity and exit intra-articular manifestation. زين general major، من يجينا واحد in pain ووارم رجله ايش نقول له؟ لازم حرارة، زين ندخله بالشمع الحار، زين نخلي له ايش، نوقفه، نسوي له باك سلاب، نثبته ما يتحرك، حتى طفل ما زحمة تقول له انت لا تتحرك، ايش راح تعمل، لازم انت تثبته. زين electrical blanket to relieve morning stiffness. مرات نحتاج حتى تدليك كهربائي، ليش؟ حتى نروح المورنينج ستيفنس. سبلنت فور كونتراكتشر، لازم حتى نحافظ على اليدين والرجلين من الكونتراكتشر، لازم نخلي لهم سبلنت. فور اليجو جوفينال ارثرايتس ان ان اي ان اي بوزيتيف بيشنت اوبثالميك اكزامينيشن تو انكفر اسيمتوماتيك اي ديزيز ات ليست فور فيرست 3 ييرز. يعني اللي عنده أوليغو أرثرايتس واللي عنده ANA بوزيتيف لازم نعمل له فحص دوري لمدة لا تقل عن 3 سنين، يعني كل 3 شهور يروح يشيك العيون، 3 سنين كاملات هو يشيك العيون. زين medication first line non-steroidal anti-inflammatory drug، بعدين عندنا ايبوبروفين نابروكسين. هنا مرات نحتاج يعني الستيرويد only in patient with extreme pain and functional limitation. شوية دير بالكم من الستيرويد، ليش؟ لأن طفل in 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 growth، إذا تنطيه الستيرويد هنا راح يصير suppression حتى للgrowth مالته. second line اللي هو 30 إلى 40% من patient، يعني مو كل الأطفال تحتاج. زين require addition disease modifying anti-rheumatoid drug. تعرفون انتم السايد افكت مالتها راح ياثر، بس نحن اذا patient with severe disease نخاف لا يصير عنده deformity and complication. complication عندنا blindness قد ياثر على العين blindness، او قد يكون short stature ما راح ينمو. micrognathia زين ال يصير عنده الفكوك مالته والاسنان مالته تكون صغار. debilitating joint disease راح يتفلشون المفاصل مالته. DIC and hemolytic anemia. زين
بعد نونستيرويدال انتي انفلاماتوري بيبتيك السر يصير عنده، راح تسوي لي نونستيرويدال بعد جي اي تي هيموريج بالديزيز موديفاينج ايجين، ليش ما ننطيها لي؟ يعني سوينا بون مارو سبريشن، تيومر نيكروتينج فاكتور انتاجونست زيد لنا الريسك مال انفكشن، قبل شويه قلناها لازم ندور على التي في، والاوستيوبوروسيس من التريتمنت كله. ادمشن كرايتيريا، مرات نحتاج البيشنت يدخل المستشفى. زين ساين سيمتوم اوف بيريكارديتس بيرزيستنت فيفر، اذا منو اللي راح يدخل المستشفى؟ بيشنت لوس امبيلاتوري ايبيليتي، ما يقدر يمشي، ما بعد يقدر يمشي، طفل، او عنده ساين وسيمتوم مال بيريكارديتس، او اكو فد بيرزيستنت فيفر، معناته كان صار عنده سيستميك سيبسيس، زين، او عنده سيفير انفكشن. بروجنوسيس، زين، poorest prognosis in patient، راح نشوف اكثر شيء عندهم يعني اكثر يعني سوءا، اللي هم عندهم RF positive polyarticular type والsystemic type، يعني اكو نوعين هم كلش poorest prognostic، اللي هو ال RF positive polyarticular والsystemic type. And thank you. اذا اكو سؤال حتى نجاوبكم. نعم. تعتمد ايش نور قلنا التشخيص معنا؟ Diagnostic test and interpretation. دقيقة هسه نحكي. بالدايجنوستيك راح نعتمد على الكرايتيريا، أول شيء عمره صغير. زين. Duration of arthritis أشقد؟ أزيد من 6 أسابيع. وأزيد من واحد، يعني أزيد من one joint involvement، يعني arthritis هاي الفيتشر. خلينا ببالنا إنه صار عندي هنا suspicion مال إيش؟ مال روماتويد أو جوفينال arthritis، ما تمام؟ نجي منو راح يسوي لنا exclusion؟ أنت من راح تعمل دزل فحوصات راح exclusion. SLE لازم بيها كرايتيريا معينة. Dermatomyositis هم بيها كرايتيريا معينة. زين بعد ماسكولوسكيليتال اذا كان اكو انفكشن هم لازم اخلي ببالي، اذا يعني سنجل جوينت انفكشن، اذا كان سيبتيك ارثرايتس او استيومايلايتس او رياكتيف ارثرايتس، او قد يكون كرونز ديزيز فيسال عن جي اي تي سيمتوم. مالجنسي لا يكون هيمو اريثروباثي، يعني جماعه الفاكتور 9 ديفيشنسي وفاكتور 7 ديفيشنسي ايش يصير عندهم؟ هيمو اثروسيس. فهي ما يعني تعتمد رأسها مباشرة أنت تلقي الدياغنوسيس، تمام؟ أنت الدياغنوسيس راح يصير by exclusion other disease، واضح؟ يعني كلش صعب هو بيجي إيش دياغنوسيس، خصوصا إذا طلع عندك RI positive ومع INA positive، يعني أنت راح تحير هل هذا SLE اللي هو جوفينايل، بس other feature مال SLE راح تسوي لك exclusion. بعد دكتور باللوكوسايتوسيس اكثر شيء الليمفوسايت ارتفع؟ باللوكوسايتوسيس ليش الليمفوسايت؟ عندك نيتروفيل، عندك ايش؟ بوليمورفو نيوكليوس سيل، ما تمام؟ من الوايت بي سي. الليمفوسايت ترتفع اذا كان عندك ايش؟ انفلاميشن، بس هم بصوره عامه كلهم يرتفعون، تمام؟ واضح دكتور. اذا ماكو سؤال هذا هو ان شاء الله، يعني غدا همين ناخذ محاضره، زين، هاي بالوحده ونص.